يعتقد بعض الناس أن الإسلام يعنى بالعبادات الشعائرية فقط، والحقيقة أن رسالة الإسلام رسالة شاملة تشمل الدين والدنيا، وتشمل العقيدة والشريعة، وتشمل الحياة الإنسانية كلها. وقد دعا الإسلام الناس إلى الخير ونهاهم عن كل شر، ومن الأشياء التي دعا الإسلام إليها المحافظة على البيئة. ومن يتدبر الآيات القرآنية من قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون إلى قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى يدرك تماماً أن الكون مسخر بأمر الله للإنسان، لذلك عليه أن يحافظ على نظافته ونظامه الدقيق الذي خلقه الله عليه. النظر في هذا الموضوع استخرجت منه عدة نقاط، منها على سبيل الاختصار أن الكون كله هو كون مسبح لله عز وجل خاضع له سبحانه وتعالى، وأن الذي لا يسبح في الكون هم طائفة من الناس، وأن الإنسان إذا كان مسبحا عابدا ذاكرا كان منسجما مع حركة الكون، وأنه إذا كان بهذه الصفة منسجما مع حركة الكون فإنه يحافظ على الكون وعلى ما في هذا الكون من بيئة وعلى ما خلقه الله له وسخره له. والفرق بين من يدعو إلى المحافظة على البيئة من غير الذاكرين ومن غير أهل مراتب الإحسان التي هي تسمى بأسلوب آخر يسمى تصوفا، الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن هؤلاء يحترمون البيئة من منظور عقلي، لأن عقلهم دلهم على أنهم إذا خربوا هذه البيئة فإن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم لن يكون مضمونا ولن يكون على خير ولن يكون على الوجه الذي يرتضونه. وهؤلاء إنما يحافظون على البيئة تعبدا وتقربا إلى الله تعالى، فالذي يفعل الفعل تعبدا يكون أحرص عليه في خلوته وجلوته. تأمل في رياض الأرض طاهرا انظر، تأمل في رياض الأرض طاهرا انظر إلى أسس المنهج الإسلامي في الحفاظ على البيئة على التهذيب الأخلاقي للنفس المسلمة، وقد ركز الصوفية في خطابهم الذي ينهل من هذا النبع الصافي على الأوامر والنواهي التشريعية التي تنظم أمور البيئة، واعتمد منهج الإحسان إلى البيئة والمحافظة عليها من الإتلاف. قال تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق الله العظيم. والمحافظة على البيئة هو من الخلق، فإذا كان الأمر على هذا الوجه فإنك إذا استطعت أن تربي الإنسان الذاكرة، الإنسان الذي يحس بالكون حوله ويحس بما سخر الله له من هذا الكون ويحس بأنه هذه الأشياء الجمادات والحيوانات وغيرها كلها مسبحة لله عز وجل. قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فإذا كنا لا نفقه تسبيحهم ليس معنى ذلك أنهم لا يسبحون، فإنك تأخذ من شيء مسبح
لله عز وجل. فإذا كان هذا الإحساس العقيق، الإحساس الجميل بالكائنات وبما يحيط بنا، فإنه مدخل عظيم لإعادة تربية الإنسان المؤمن. تأمل في رياض الأرض عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في يمر بصحابته في غزوة من الغزوات، فوجد حمرة وهو عصفور صغير قد جزعت على صغير لها، أخذه منها بعض الصحابة. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظا دالا، لفظا عجيبا، أنه قال: من فجع هذه، أي هذه الحمرة، هذا العصفور، بولدها. فاستعمل لفظة فجع، أي الفجيعة، أي الرزية، أي المصيبة. فأصبح هذا التغيير الصغير في البيئة يستحق من النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ القوي، لكي يرسخ ذلك في عقل الصحابة وفي عقل من نقل عنا هذا العلم ليصل إلينا، لكي تكون أمة محافظة على البيئة. وقد أخذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه هذا السلوك، وذكرت وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه الواردة في الموطأ، وصيته إلى الجيش، والجيش يذهب إلى الحرب، فهو وصية في مظنة حرب. معظم هذه الوصية هي وصايا متعلقة بالحفاظ على البيئة في ذلك العصر التي لم تكن فيه قوانين متعلقة بالبيئة، ولا تصور للناس أصلا أن هذه البيئة يمكن أن لها حدودا، وأنها يمكن أن تنفذ، وأن مصير الذين سيأتون بعدنا سيكون مجهولا. لقد خلق الله تعالى البيئة لتحقيق مصلحة الإنسان وتوفير حاجاته، خلقها بطريقة تفرض عليها أن تتكامل مع بعضها البعض، ومن ثم فالحفاظ على الدور المنوط بكل مكون من مكونات البيئة هو أمر شرعي حتى لا يحدث خلل في الكون، ومسؤولية جماعية ملقاة على عاتقنا لتربية أجيال الغد. والأكيد أن للوسط العائلي الذي يعيش فيه الطفل بقيمه السلوكية تأثير كبير في طريقة تعامله مع محيطه ومع الآخرين، ولأن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة في بلورة شخصية الإنسان وتشكيل ملامحها الخلقية والخلقية، حرصت الشريعة الإسلامية على تربية الطفل واهتمت ببناء شخصيته بناء سليما. ولعل أثبت دليل على تحديد مسؤولية الوالدين في مسألة تربية أولادهم وأهمية التربية في الإسلام قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، صدق الله العظيم. ومهم جداً في دور التربية أن نجيب الطفل عن جميع تساؤلاته حول المطر والشمس والقمر والنجوم والظلام وصوت الرعد ووهج البرق، بما يطمئنه ويريح نفسه وينمي فيه حب الطبيعة وما فيها من خلق الله، فيتركز في نفسه مفهوم علمي وعقائدي بأن الطبيعة بما فيها من صنع الله عز وجل، ثم أن الله سخرها لخدمة الإنسان فينشأ متصرفا فيها بما ينفعه وينفع الناس. وقد قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم، وأن يتشربها أطفالنا، ولن يتشربها أطفالنا إلا إذا علمناهم الدين، لأنه إذا تعلم الدين وتعلم خشية الله عز وجل، فإنك إذا قلت له إن هذا الأمر
أمر من الله سبحانه وتعالى لك، فإنه سيأخذ به كما يأخذ بالصلاة، كما يأخذ بالصيام، كما يأخذ بكافة أوامر الدين، وكما ينتهي عن كافة نواهيه. ولكن إذا قلت له لأن القانون يمنع من هذا، فسيكون حرصه أقل، وقد لا يكون هذا الأمر في كل النفوس له نفس الوطأة ونفس القوة. وربما إذا استطاع أن يجد حيلة يتخلص منها من هذا القانون، أو إذا لم يجد رقيبا ربما لم يعبأ. ولهذا نجد في شواطئنا ونجد في شوارعنا ما يخالف كل ما تعلمناه من نبينا. فلو ربينا الإنسان المؤمن وعلمناه أن هذا من الإيمان، ستسهل علينا كثير من الأمور. كلمة أبي موسى رضي الله عنه عندما بعثه عمر بن الخطاب عاملا إلى بعض الأمصار، فقال أرسلني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأعلمكم كتابكم أي القرآن وسنة نبيكم وأنظف طرقكم. فانتقل من العام إلى الخاص، لأن أنظف تنظيف الطرق ومن السنة. لماذا ذكرها وهي متضمنة فيما سبق؟ إشارة إلى أهميتها وإلى أنها مسألة حيوية جوهرية ينبغي للمسلم أن يتنبه لها وأن يأخذ بها. فأصحاب القلوب المؤمنة هم الذين يسهل على المخاطب لهم أن يقنعهم بذلك، على يقنعهم بالحفاظ على البيئة تعبدا لا عقلا، وحرصا على حرصا على مرضاة الله عز وجل بالحفاظ على مخلوقات الله عز وجل التي جعلها مسخرة لنا والتي أمرها بالإذعان لنا سبحانه عز وجل. من الطبيعة، من آيات الله سبحانه وتعالى، نستلهم معاني الحب والبهجة والجمال. وقد شاءت قدرة الخالق سبحانه وتعالى أن يجعل من الجمال في شتى صوره مناط رضا وسعادة لدى الإنسان. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. والجمال ليست له مقاييس حسية فقط، تلك التي تقع عليها العين أو تسمعها الأذن أو يشمها الأنف أو يتذوقها اللسان، وإنما هو إحساس وشعور وعقل ووجدان يشتغل الكون وفقه بجمال ومحبة وانسجام. هذا الدين جميل، والأصل هو إن الله جميل يحب الجمال. ما معنى يحب الجمال؟ إذا أحب شيء الله سبحانه وتعالى يكافئ عليه؟ ألا يثيب عليه الأشياء التي يحبها؟ فإذا هو أصل. ولذلك عباداتنا جميلة، الطريقة التي نصلي بها جميلة، الطريقة التي نحج بها منظمة جميلة، الطريقة التي نصوم بها جميلة. ونبي هذا الدين كان جميلا، كان يقول عنه أنس رضي الله عنه إنه كان ينظر يوما إلى القمر، إلى القمر ليلة البدر، يعني في وسط الشهر، في أبهى، على أبهى ما يكون القمر، يكون بدرا، وينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كانت عليه حلة حمراء، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من البدر، كان جميلا، وكان يلبس الثياب الجميلة الأنيقة ويحرص عليها ويأمر بها. ولذلك تعلم منه الصحابة ذلك، والتابعون والعلماء، حتى إن الإمام مالك رضي الله عنه كانت له حلة بألف دينار يلبسها لكي يحدث بها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا أتحدث فقط عن الجمال في اللباس، الجمال في الرائحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع العطر، وحتى إذا مر بمكان علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به من رائحة عطره الجميلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جميلا يعني في خطابه، جميلا في خطابه. كان إذا خاطب لم يسئ إلى أحد،
وأنس يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولشيء تركته لما تركته، لم يسيء إلى، لم يضرب مرأة قط، لم يسيء إلى زوجاته، لم يسيء إلى أحد قط صلى الله عليه وسلم. خطابه خطاب البيان وجمال اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جميل الذوق حتى في الموسيقى. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد جاريتين تغنيان في بيته، في بيت النبوة المتصل بالمسجد، وكأن أبا بكر قال مستنكرا أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال دعهما. وكان حتى في الشعر له ذوق جميل، عندما قال أحد الصحابة مدافعنا عن جذمنا، قال له هل يصح أن تقول مدافعنا عن ديننا؟ لم يقل له قل مدافعنا عن ديننا، قال يصح. لماذا؟ هل يوافق ذلك ميزان الشعر؟ لا يريد أن يكسر له العروض والإيقاع الموسيقي في الشعر. فقال الصحابي نعم، قال فاجعلها مدافعنا عن ديننا. فعلمه المفاهيم الجديدة، بل بدل المدافع أن يدافع عن أصله وهي مفاهيم جاهلية، يدافع عن دينه وهو مفهوم أصله فينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون كله يشتغل اشتغال محبة وانسجام. لو حاولنا أن نعرف الكتابة الأدبية، بما أن ذكرنا الجمال، فليكن نموذج الجمال هو الأدب كموطن لإنتاج الجمال أو كنتاج من نتاجات الجمال. الكتابة الأدبية أو النص الأدبي عندما نتأمله نجده ماذا؟ نجده نسجا من مختلفات تقوم فيما بينها علاقة تفاعل وتواصل، فينسج هذا الكيان الذي هو النص الأدبي، قصيدة كان أو رسالة أو خطبة أو كذا أو كذا، أو نصا حكميا أو كذا. ومن مظاهر الجمال التي تستدعينا للتفكر في آيات الله عز وجل الكتابة الصوفية التي توجه الحس البشري لتحريك الحواس لتنفعل بالحياة وتتجاوب تجاوبا حيا مع الأشياء والأحياء. هنا يلتقي الفن بالدين، والفن الصحيح هو الذي يهيئ اللقاء الكامل بين الجمال والحق سبحانه وتعالى. والجمال في الكتابات الصوفية هو الجمال الذي يعكس حقيقة هذا الكون، هو الجمال الذي يقود الفكر الإنساني نحو حقائق الوجود، وذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج نموذج لتلك النصوص الرائعة في مدح خير البرية لما له من أثر على النفس والروح والعقل. أنا ثارني الجانب النثري. في بداية الأمر كانت مجموعة من الرسائل لأن في أدب الترسل، ثم من بعد انتبهت لهذا الأمر ديال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الانطلاقة مع متن اللي هو صغير ولكن معروف في المجتمع المغربي، كيعرفوا الصغير والكبير، اللي هو الصلاة المشيشية. اللهم صل على من عشقت الأسرار وابتلقت الأنوار وفي التقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله الفضل.
عندما نأتي عند الصوفي ومن داخل الكيان الصوفي نلاحظ أن هذه الحقيقة المتحكمة في الإبداع وفي الجمال موجودة بالأصل. الدليل في هذا السياق هو الكتابات الإبداعية المعاصرة. عندما نذهب للكتابات الإبداعية المعاصرة وأتجاوز الكتابات إلى الإبداع التشكيلي والإبداع الموسيقي والإبداع الفني بصفة عامة، سنلاحظ كيف أن المبدعين المعاصرين اليوم يشرائبون بكل قوة لكي يتلمسوا ويلتمسوا من هذا الكيان الصوفي ما به يفسحون ضيق تجربة الكتابة الإبداعية. الوصول إلى الحقيقة الكبرى في تجربة الصوفية هي منبع إلهامه وإبداعه. وحين أقدم سيدي المعطي الشرقي على كتابة ذخيرة المحتاج، فقد لامس النموذج الجمالي الكامل من خلال شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولامس قيمة الجمال في الكتابة عند الصوفية وفي الإسلام التي تتسم بالمركزية والوحدة، حيث أن الله لدى الصوفية هو مركز الكون ويمثل الجمال المطلق والجلال التام. ولا نفي في القرآن الكريم ما يفي بتحديد معالم الجمال، والصوفية في منطلقهم ينطلقون من الكتاب والسنة، فكان استنباطهم للجمال انطلاقا من القرآن والسنة، فكان الانفتاح على متن ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج لسيد المعطى الشرقي الذي يعني وقع اختلاف في تحديد أسفاره، وهناك من حددها في 76 سفر. القصد كنت أريد أن أتبين كيف للتجربة الصوفية كيف يمكن أن تصنع وأن تولد أو أن تبني، حتى أكون في إطار، أن تبني إنسانا متخلقا وخلاقا ومبدعا. من داخل الكيان الديني نحن مع ثلاثية، إسلام إيمان إحسان، مسارها هو ذو طبيعة مقامية كما هي طبيعة التجربة الصوفية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، تسلمك إلى الإيمان بكل ما يرتبط بما هو عقدي في الإسلام بملائكتي وكتبي ورسلي إلى غير ذلك. هذا يسلمك إلى مزيد عمق، وهو الذي يجعلك في موطن الإحسان. هذا مسار مقامي، وفي الآن نفسه نلمس فيه بعد المحبة التي تحدثنا عنها، ويأتي الإنسان فيتمثل هذا المسار ويلتزم بهذا المسار. إذا كان هذا هو النهج المطلوب، فما الذي ننتظره؟ ننتظر إنتاجا فكريا أو إبداعيا من مستوى راق حققه الصوفي. عندما حققه جاء المبدع المعاصر في الزمن الحالي وانتبه إلى هذه الطفرة، هذه القفزة النوعية عند الصوفي في كتابته، ووجد نفسه يتمثل هذه القفزة ويستفيد منها فيما هو بصدده. هذا التمثل هو الذي أعطانا أسماء اليوم داخل المغرب وخارج المغرب، وسأسرد لك أسماء من قبيل محمد الصغيني الشاعر، واضح؟ مريم العروسي الفنان التشكيلي، محمد علي رباوي الشاعر، حسن الأمراني الشاعر، محمد الطبال الشاعر أو عبد الكريم الطبال الشاعر عفوا، أعطى بعض روايات يعني رائد الكتابة الروائية العربية صاحب جائزة نوبل نجيب محفوظ، بعض رواياته ذات هوية روحية صوفية. أعطانا مبدع من قبيل جمال الغيطاني، أعطانا مبدع من قبيل أدونيس أحمد سعيد، أعطانا مبدع من قبيل صلاح عبد الصبور،
واضح الأمر. إذن هم كلهم تشربوا، لا أقول التجربة الصوفية، تشربوا الكتابات الصوفية، تشربوا هوية الإبداع من داخل الكيان الصوفي، فتمثلوا هذه الهوية ومن خلالها أبدعوا الكثير. فهم متأثرون بالتصوف تجربة وخطابا وكتابة. إذن الكتابة الجميلة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نابعة من فكر جمالي، وهي ذات قيمة من الناحية الدينية، لأنها تستدعينا للقيم المثلى وللأخلاق الفاضلة من خلال نص منفتح على آفاق معرفية متصلة بالدين، تقدم تصورا مبنيا على قراءة للعمق للباطن. يا سائق الظان يطوي البيد معتسفا طي السجل بذات الشيح من إضامي. أول ما أثارني هو جودة الخط وجودة الورق وجودة الألوان المستعملة في كتابة هذا الذخيرة. وأنا بالنسبة لي يعني القراءة الممكنة لهذا التجويد، لهذا الصناعة التي بلغت أوجها في الجود في 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 الجودة، هو أن وعي المؤلف بعظمة الشأن وبعظمة الأمر الذي هو مقدم عليه. فهو مقدم على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم يشرف بشرف المعلوم، والكتابة تشرف بشرف المكتوب، ولا أجل من مكتوب أو من معلوم بعد الله سبحانه وتعالى سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فالانفتاح على ذخيرة المحتاج هو انفتاح على إبداع صوفي يتخذ بعداً وجودياً مبنياً على تجربة في النظر والسلوك تتفاعل فيها الآثار الدينية مع التاريخية والأدبية وغيرها من المتفاعلات التي أتت في شكل سردي ذي ثراء بالغ في الوصف، نهل من معجم لغوي خصم، تشرب من عناصر إشراقات اللغة الصوفية. الكتابة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكتابة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تترك لا نظما ولا نثرا. فكثيرة هي القصائد، كثيرة هي كتب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكل تأكيد كانت لكم وقفة مع كتاب ذخيرة الغني المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج لمحمد المعطل بن صالح الشرقي، وهو فيما لا يقل عن 65 صفة. لا إله إلا المضمون من جمالية المنطوق ومن جمالية المكتوب، وهي بالأساس من جمالية المحسوس، لأنه لا يمكن أن نفصل ما كتبه السيدي المعطى الشرقي عن تجربته. بخصوص هذا الأثر
هو ما يمكن تسميته بذلك الحس الجمالي الذي يستشعره الإنسان المتلقي، سواء كان صوفيا أو الذي يتلقى الخطاب يعني الصوفي ويتفهمه، لأن يعني المتلقي متعدد. فكلما كان المتلقي يعني صوفيا وتشرب من ماء يعني التربية الصوفية، إلا وجد في معاني هذه القصيدة آثار القصائد بصفة عامة آثارا تجعله ينمو حس تنمي حسه الجمالي. ومعلوم أن الجمال وشيء مكتنز في الإنسان وشيء داخلي يحتاج إلى من يهيجه كي يعيش الإنسان تلك المواجد وتلك الأشواق والأدواق التي هي في ما يمكن التي يمكن اعتباره هي الآثار الإيجابية والثمرات التي ينالها هذا الذي يتلقى الشعر الصوفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي، فإن صلاتكم علي مغفرة لذنوبكم، واطلبوا للدرجة والوسيلة، فإن وسيلتي عند ربي شفاعتي لكم. فضل الصلاة على الرسول الكريم هي تقرب إلى الله عز وجل، هي طاعة إلى العلي القدير، هي امتثال لأمر الله. صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. هذه هي كرامة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى.